مساءكم سعيد مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من البلاد اليوم. حلقة اليوم نخصصها للحدث الأهم في الجزائر، انتخابات 12 من ديسمبر المقبل التي يفصلنا عنها بالتحديد شهر و22 يوما. الصوت يعلو فوق أصوات وحناجر مترشحيها المحتملين الذين يواصلون صنع الحدث بتصريحاتهم. خطابات في مجملها يراها البعض شعبوية ووعود بعضها بلغة خشبية، إلا من رحم ربك يقول آخرون. مترشحون محتملون يدخلون الأمتار الأخيرة في سباق الحسم لتجاوز عقبة جمع التوقيعات التي يبدو أن غربالها سيسقط أسماء كثيرة على ثقلها. أسبوع فقط من الزمن وينتهي الزحام والهرج ويظهر الفرسان المترشحون، لكن في ظل انغماس هؤلاء في جمع التوقيعات، وهي العملية التي أجمعوا على صعوبتها، سقطت عن الكثيرين صورة المترشح الأفضل بخرجات إعلامية فاشلة رأها البعض، وأخرى أساءت لأصحابها أكثر مما خدمتهم في محاولاتهم لإطلاق حملاتهم الانتخابية عبر وسائل الإعلام. ليبقى السؤال الأهم لدى المواطن والذي ينتظر الإجابة، ظهور المترشحين أو أن المترشحين ظهروا لكن غابت البرامج والمحاور. حتى وإن وجدت هذه البرامج فلم يتم التسويق لها كما ينبغي. هل العدد 146 قابل للزيادة؟ وهل من الممكن أن تظهر شخصيات أخرى في الساعات القادمة؟ يتساءل المواطن، موضوع بملفات ونقاط متشعبة، وناقشه رفقة ضيفية في الاستوديو، الأستاذ العيد زغلامي أستاذ الإعلام والاتصال. هلا بك أستاذ. مساء الخير وشكرا للاستضافة. شكرا لك. الأستاذ بشير بودلال الأستاذ في العلوم السياسية، هلا بك أستاذ. مساء الخير، شكرا. مرحبا بك، مرحبا بكم ضيفي. إذن أولا أستاذ العيد، بدأ معك النقاش قبل أسبوع على انتهاء أجل محددة لإيداع ملفات الترشح، هل اكتملت الصورة؟ هؤلاء هم المترشحون المحتملون أم سيحدث أمر آخر؟ ربما حسب دلالة التوقيت مبقاش بزاف ربما من الوقت. حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة وتحياتي الخالصة إلى كل مشاهدي قناة البلاد. شكرا لك. بطبيعة الحال نحن في الربع ساعة الأخير من الحراك أو من عملية جمع التوقيعات، إضافة إلى تقديم الترشيحات على خلفية الحراك اللي هو دخل 35 جمعة. فنحن الذي أريد أن أقوله، نحن أمام ما يسمى بديمقراطية عددية، وهذا هو يعني 140-145 مترشح، أعتقد هو في حد ذاته يعني مصدر قلق ومصدر تأويل وتهويل. يعني نظن في الديمقراطيات الحقيقية التي تطمح إلى بناء ديمقراطية حقيقية، كان الأجدر أن يتم عملية غربلة في الدرجة الأولى، أولية. أنا واحد الزميل قال لي حق دستوري. لا يا صديقي، حق دستوري ما لا رشح الجزائريين كل سلام تام. لا، ديمقراطية هي كذلك مسؤولية. في بعض الديمقراطيات الأخرى يتم الغربلة محليا في الولاية يديها غربلة. هنا خلينا نقول لك صديقي العزيز بكل مسؤولية، هناك عامل شعبوية هذا موجود، ثم لا تبني ديمقراطية حقيقية بالعدديات. لا، كاين مؤهلات. كان العملية مويعت من طرف البعض، وهنا عملية التعميم والتعويم أساء كثيرا للعملية في حد ذاتها. ونحن ولا ننسى نحن على خلفية حراك مستمر في كما قلت في الجمعة 35، لا يمكن تجاهل هذا. حتى ولو أن الذين لديهم سيناريوهات هنا وهناك، لا بد أن لا نتجاهل موقف الحراك من العملية الانتخابية في حد ذاتها. كأستاذ أنا أعمل بمنطق الفرضية، بزيبوتيز. فرضية الأولى، فرضية ثانية، فرضية ثالثة إلى غير ذلك. الفرضية الأولى، نحبذ أن طبيعة الحال الانتخاب حل استراتيجي أو يعني مخرج استراتيجي لا مفر منه، لا يمكن. قليلون هم الذين يعني يعارضون هذا الموقف، لكن القضية الآن هو كيف يمكن، ونحن كما قلت شهر 22 يوم ما زالت، كيف نجمع أكبر عدد من المواطنين الذين يصدقون ويثقون في العملية الانتخابية. وهذا هو بيت القصيد، هذا هو بيت القصيد. هذا البيت القصيد سوف أعود إليه النقاش معك أستاذ العيد زغلامي، لأنه تساؤلات تطرح كثيرا على من تقع هذه المسؤولية، مسؤولية التحسيس بالمشاركة في الانتخابات إلى غير ذلك، وإقناع
ربما الهيئة الناخبة بالذهاب إلى صناديق الاختراع يوم 12 من ديسمبر. لكن قبل ذلك خلينا نوسع النقاش مع الأستاذ بشير بودلير. البعض كان يرتقب دخول أسماء أكثر وزن أو أثقل وزن، البعض كان يترقب يقول لك ربما هناك أسماء كانت ربما يتهوق لها في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى ربما لدى الرأي العام، لدى الحراك ربما في بعض من الأحيان، لكن ظرفية الوقت أو دلالة الوقت، أسبوع من الزمن، هل ننتظر ربما دخول وزن أو وزنين أم قضي الأمر؟ والله الأمور تسارعت يعني في صيف هذا الصيف هذا. قبل استدعاء الناخبة ربما كان تكلموا على حوار وطني واسع وربما حتى ندوة وطنية، ثم تتوج بربما أرضية يمكن بناء حولها، وربما الانتخابات تكون يعني فيها الحد الأدنى يعني من القبول. ولكن الأمور تسارعت، ربما الماسكين بالسلطة في البلد لديهم معطياتهم، ربما هناك الكثير من النخب تفكر أنه لابد من ديمقراطية وشروط سياسية وضمانات، ولكن ربما بتغاضي بعض المعطيات، معطيات ربما نحن لا أمنية استراتيجية. النظام في الجزائر، نظام الدولة الوطنية ربما يحتاج إلى رئيس جمهورية، يحتاج إلى رئيس جمهورية، يحتاج إلى من يضبط النظام السياسي، ربما يوفق بين الكثير من الصراعات والتناقضات داخل النظام السياسي. فكان لابد من الذهاب بصفة مستعجلة إلى انتخابات، وهذا ما ربما الكثير من الفواعل وما يسمى بالشخصيات الوطنية رأت أنه لا يمكن أن تشارك في هذه الظروف. ومنك شيء آخر، يعني كما كان قال الأستاذ، هناك استباحة لمنصب رئيس الجمهورية. ربما صحيح نحن ديمقراطية ناشئة ومتربصة، سميها ما تريد، ولكن هناك الكثير من منصب هذا رئيس الجمهورية للجزائر، قارة أكبر بلد عربي ومتوسطي وإفريقي وإسلامي، فأصبح كل من يعني هب ودب يذهب إلى مقر سلطة الانتخابات ويطلب سحب الاستمارات وبأغراض متعددة مختلفة، يعني يصيبوا بالوهم وكذا. كانوا ربما في برامج تلفزيونية فظنوا أنه الأضواء التلفزيونية هي مثلها مثل دهاليز السلطة والرئاسة، فأصبحنا الآن أمام مشهد سينمائي كل صراحة يعني. والآن مثل ما أسلف الأستاذ، نحن في الجمعة 35، نحن كموضوعيين وكأكاديميين دائما نأخذ كل المتغيرات. هناك العامل هذا تاع الانتخابات، وربما وهي نظرة يوافق عليها الكثير، ولكن هناك الحراك أو جانب منه من الحراك الشعبي يرى ربما أنه لابد من ظروف أحسن، لابد من شروط سياسية وقانونية. نحن نتابع، ولكن في كل الحالات يبدو أن هذه الانتخابات ستكون يعني فريدة من نوعها، لأنه الآن لاحظت أنا مثلا هناك أصداء، هناك صعوبة فعلا في جمع الاستمارات، لأنه في الماضي كانت الانتخابات مسرحية، الاستمارات تباع والمال السياسي يلعب أدوار والإدارة تجمع والأحزاب التي تلعب دور المعارضة تجمع. هذه المرة لما هناك ناس في السجن بسبب الانتخابات وبسبب الاستمارات، هناك ربما هناك الكثيرين أصيبوا بالصدمة، إضافة إلى أنه الصامتة الكبرى والتي أصبحت تتحدث كثيرا مؤسسة الجيش ربما لم تعطي الإعازة، فهذا حدث حالة ارتباك لدى الكثير من المترشحين، دخلت من شكوك يعني ربما بالضمانات. بطبيعة الحال في البداية كان يظن باللي راه مترشح ربما مدعوم أو هو المقرب أو المحظي أو المفضل، فما جاش الإعازة، فحدث نوع من الارتباك أثر على حماس الانتخابات، وكل هذا أثر على العملية الانتخابية. خليني أعطف بكلامك ونوجه سؤال الأستاذ العيد. تحدث أنه البعض أصبح ربما يشوف فيها جولة سياحية والذهاب إلى مقر سلطة الانتخابات، 146 مترشح إلى غير ذلك، بعض المترشحين التقليديين تبعنا أنه ما زادوش ترشحوا، ربما دلفت البوصلة إلى غير ذلك. لكن المسجل هذه المرة أستاذ العيد هو الغزو الكبير للأكاديميين والأساتذة الجامعيين حتى إعلاميين إلى غير ذلك، هل رأوا أنه هناك بعض الظروف توفرت، أم أنه التنافسية والسيطرة اللي كان ربما يطبق بها رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة على الرئاسيات انتهت وفتح المجال اليوم لما نشوفه؟ أنا ربما أخذ الإحصائيات أن قريب ما يفوق عن 80 أستاذ جامعي وبروفيسور تقدموا لهذه الرئاسيات، قراءتك؟ لأنه ببساطة تم وضع الشرط بطاقة التعريف وشهادة، هذا ما كانش في الصفاقة لا داعي. وهذه يعني أنا نتحدث عن الأساتذة وليس عن الجامعيين، خلينا من باب إذا صح التعبير، من باب يعني السهل البسيط. قال لك جيب لي بطاقة نتاعك، عندك الكارطة
وعندك شهاده جامعيه تفضل هذا هذا ديجا بالتالي وبالتالي من هنا كاين كثير من الشخصيات بين قوسين يتقلهم ذات الثقل ما عندهمش شهادات وبالتالي اقصيوا حتما. ولكن كنت نحب انا شخصيا كاستاذ احبذ ان يكون فيها ان دوزاج بين هذا وذاك، لا نقصي كل ما هم، لان حتى حاملي الشهادات والدليل شفنا كما قلت 80% صديقي العزيز انا احبذ اصحاب الشهادات يبرهنون في الانتاج الفكري في الانتاج العلمي في تحسين الجامعه في تحسين اداء الجامعه في اثرار الجامعه اذا الى غير ذلك. هذا لا يحرمهم من أن يطمعون، ولكن طموح شرعي تمثل في أن يصبح عميد يصبح رأي أكاديمية إلى غير ذلك. أما يعني التفاؤل المفرط وحب وتفاؤل المفرط أن يصبح يعني رئيس الجمهورية هذا شوية فيه وقت. نأخذ مثال مع زملائنا أو أصي شقنا في تونس سي قيس عنده 62 سنة أنا لا أقول أنهم لابد يصبح حتى الدرجة هذه، ولكن عامل مضج السياسي عامل الاحتكاك عامل التجربة في الميدان معرفة النظام السياسي من الداخل مهم جدا. اسمح لي أنت لا تسير بلد من الخارج، أنت تسير بلد كما قال الأستاذ الكريم سي بشير سي محمد أكبر دولة في أفريقيا 44 مليون جزائري 2,385,000 كيلومتر مربع صديقي هذا أو غير الكلام يهدرها. إحنا تم استصغار والاستهزاء بمنصب رئاسة الجمهورية. الرئيس المخلوع الذي هو يعني عفس على هذا الدستور وقزم مهنة الرئاسة إلى درجة أنه امتلكها إليه أصبح ده ليه وماذا قام بإزالة كل مؤسسات ومد الله يرحمه وجدان نبني دولة لا تزول بزوال الرجال نبني دولة بمؤسسات تزول بهالك، ولكن لم نتمكن من بناء مؤسسات. لماذا وضعنا مؤسسات في جميع القطاعات ولكن ماذا وضعنا على رأس المؤسسات؟ هشاشات فقط. كما يقول الأخرى استسمي حكم التعبير بعض الناس لا يمثلون أي شيء، بالعكس. حتى نعطيك مثال بسيط، المجلس الشعبي الوطني نحضر لك على بطبيعة الحال مجلس السلطة أو بالأحرى الأمة كذلك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سلطة الضبط فيما يخص الصحافة سلطة الضبط فيما يخص الإعلام على مجلس الأعلى للقضاة لازم هذه كلها الناس في هذه المناصب تحط ناس نزاهة ناس أكفاء ناس عندهم مصداقية. هذا مين انت؟ انا احبذ ان هذو صديق زملائنا الصحفيين والمهنيين والمؤلفين والادباء ان يتمركزوا في المناطق الحساسة اللي هي مصيرية تبني بلد في اماكن تواجدهم، المجلس الاعلى للقضاة، المجلس الاعلى يعني للشباب الى غير ذلك من المجالس الموجودة للشباب. هذه هنا 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 هذه المناصب تتطلب حقيقة كفاءات علمية ومهنية. ولكن رئاسة الدولة رئاسة الجمهورية عفوا تتطلب الحنكة والتجربة بغض النظر على المستوى تتطلب الحنكة والرزانة والاحتكاك والعقلانية والموضوعية وأكثر من هذا تتطلب الواقعية. خلي باش مروا الأفكار أخرى ربما علاش نعطيه الأستاذ بشير فرصة التعقيب في هذه النقطة بالذات أو نقطة أنه منصب رئيس الجمهورية وبلد بحجم قارة كما قال الأستاذ العيد أنه يحتاج أناس لما تقدم ربما لهذا المنصب تعرف قدر نفسها تعرف قيمتها ربما تعرف وش راح تقدم لهذا البلاد ماشي من أجل الظهور الإعلامي إلى غير ذلك. وهنا ربما خليني زيد نفتح لك قوس آخر، الظهور الإعلامي لبعض المترشحين، ألا ترى أنه قضى على ربما حظوظ البعض أكثر من أنه خدمهم؟ وفي الحقيقة بعض هناك فرق بين الظهور في الاستوديوهات وبين الواقع. الكثير من المترشحون المفترضون يروحوا يسحبوا الاستمارات ويظهروا وكأنهم نجوم في المجتمع وحتى أنهم يتبجحوا بالملايين معهم، هذه أوهام. في الحقيقة ربما حتى في عائلاتهم ما عندهم تمثيل، لأنه فرق بين العالم الافتراضي وعالم الواقعي. الجزائر في آخر السياسة الجزائرية مبنية على العديد من تقاليد البيدان صعب جدا، متغيرات كثيرة ما لازم تتحكم فيها على أن وحتى الإمكانيات هناك من يأتي الاستوديوهات ويحوس ويتسول في الأموال وكأنه أصبحت انتخابات، هذه يقول لك ما عنديش إمكانيات. احنا في العلوم السياسية نقولوا العملية السياسية أول ما تتعلق بكلفتها، توش داك بحاجة كبيرة عليك
هذا منصب رئيس جمهورية يتطلب نوع موارد ضخمة ويتطلب شبكات ويتطلب هما يرقمي هكذا. رب أنا أؤكد أنه الترشح تعم بل هناك من الوجوه ترشحت حتى بأسماء مستعارة ويعني اسمه مستعار مترشح فبالتالي غير جاد هو كانت جدية رغم أنه قدر حتى يحشد بعض الناس اللي ما عندهمش تقاليد سياسية وما عندهمش خبرة ولكن يبقى ظواهر تسيء ربما كانت مقبولة لو كنا في حالة عادية ولكن في حالة مثل هذه وين كل عالم ينتبه لنا لاننا اصبح خصوصا بعد الحراك هذا الباهر وبعد يعني السلميه بعد يقول لك كنا ربما مصدر سخريه من ربما فتره حكم رئيس الجمهوريه في ظل المرض والى غير ذلك خرجنا درنا اعظم ثوره سلميه رجعنا هذا المترشحين بداوا يخليوا الناس تحكي علينا من جديد لانه بكل صراحه يقول الامور لما الامور تكون فيها ارتجال الاخراج سيء الانتخابات ربما هناك الكثير يمشي مع هذا الطرح تاع الانتخابات يقدر يعني هو وجهة نظر يعني قوية وهناك وجهة نظر أخرى ولكن يبدو أن التسرع والارتجال والإخراج كان سيء طيب. فهذا الأمر أدى إلى أنه لأنه شخصية الجادة الكثير من شخصية الجادة واللي عندها طرح قوي امتنعت عن الترشح فجاءوا المغامرون هذو واللي ما عندوش يخسر طيب. وربما يجي يظهر في الاستوديوهات وهو أصلا الاستمارات ما وزعوهاش في الولايات ما وزعوهاش ويقول لك الملايين وكأننا في خطاب هذا طيب. خطاب نوع من الشعبوية طيب خلي باش ما نشخصنوش وربما ما استهدفوش أشخاص بعينها طيب أستاذ العيد ربما أنت كإعلامي ودرس ربما تخصص سمعي بصري إلى غير ذلك الظهور الإعلامي في الانتخابات سواء كانت رئاسية أو غير ذلك يجب أن يكون مدروس يجب أن يكون ربما هناك ستاف نقولوا خلينا نقولوا مدير مكلف بالإعلام يخلي ربما يوجد ظهور المترشح في وسائل الإعلام لكن بعض المترشحين شفنا أنهم لما ظهروا في وسائل الإعلام البعض استخف بالمواطن البعض قال أنه الشعب تاع كرشو البعض قال يعني بعض الأمور اللي ما تنقالش كما قلت للأستاذ هذه إساءة للمترشح في حد ذاته أم أنه الارتجال والتسرع هو اللي يدفع بأنه أشخاص يسيئوا للروح أعتقد نحن أمام ما يسمى باللغة الفرنسية le pouvoir spectacle power of show أو ما يسمى بسلطة الاستعراض كما تفضل أستاذنا الكريم جانب استعراضي جانب نجومي ولكن النجومية ماشي في محلها احنا لسنا في بلد النجوميات ولا في بلد الاستعراض الجزائر تعيش أزمات خانقة النجومية خليها في إطارها خليها في حصتها خليها في, 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 في مكانها الآن نحن الذين بحاجة إليه بحاجة لشخص لا ما أقولش كاريزما بالمفهوم التقليدي ولكن يكون كما يقولوا بالدرجة بالعامية رزين وثقيل راجل يخلع ويمنه بارك الله عليك والحاسم وحازم وجاد هذه من بين الشروط أنا نعرف مثلاً على سبيل المثال لما نسمي حتى واحد كان شخصية رشح روحه وكان في عدة مناصب يفتقد إلى القرار decisiveness يعني ما عندوش سلطة أخذ القرار ليس صار في قراراتي هذا لا ينتظر منه الكثير يتلوط منها يميل منها هنا لا ما تبنيش دولة أشخاص يرنجي في هذا يساعد هذا يدير هذا لا البلد تحتاج إلى صرامة ومرة أخرى الارتجالية التي عجلت بهذا جعلت كما قال الأستاذ الكريم سي بشير أننا نحن أمام حقيقة ورقة عمل هشة 145 العدد في حد ذاته هو إساءة للعملية الانتخابية العدد في حد ذاته فكيف ترتقب من المواطنين أن يتوجهوا لأن ماذا وقع أن هناك يعني من ربما لم يفرق بين ما هو واقعي وما هو غير واقعي وخلطت به الأمور إلى درجة أن يرى أوهام والأوهام هذه لا تؤدي إلى شيء كذلك الذي ألاحظه هو أن كثير من هذه الشخصيات أو بين قوسين لأن هناك تساؤل ما معنى شخصية في الجزائر هذا اللي كثير في قلب أكل في قلبهم يحزنون لأن النظام السياسي لحد الآن لا يشجع على ظهور شخصيات حقيقية بكفاءات بقيم أخلاقية عالمية الموالاة
المحبات إشكارة إلى غيرها رأيناها. إذن فلا داعي لأن نتأسف أن ما وقع إلى حد الآن. نحن أمام ديمقراطية عددية هو فيها نوع من نظر الرماد في العيون ولا علاقة لها بتكافر فرص صديقي العزيز. وأكثر من هذا التداول فعلا على السلطة. لو حقيقة هناك رغبة حقيقية في التحضير في الإخراج أن قلنا المبدأ نتاع الانتخابات لما فر منه، لكن كان من المفروض بروز the rise the emergence ظهور شخصيات حقيقية يعرفها العام والخاص. ثم أكثر من هذا نقطة حساسية إلى حد الآن إلى حد الآن لا نرى أي شيء. الفضاء العمومي يكاد يكون غائب تماما. نتحدث عن تسويق عن الانتخابات والتسويق السياسي والتسويق الانتخابي اللي أجلناه وراح نأجلوه للجزء الثاني، لكن في نقطة مهمة جدا تكافؤ الفرص. ربما نتحدث الآن في هذا 146 ناوي أو راغب للترشح. الشعب الجزائري يعرف سوى 10 على الأكثر 15 شخصية، شخصيات الأخرى بقيت مجهولة لدى الشعب الجزائري رغم ما نروحوا للسير الذاتية نتاعهم نلقوا بروفيسور ودكاترة إلى غير ذلك. ربما الأمر الذي يقلص هذه الهوة في تكافؤ الفرص ما هو؟ هل نلجأ ربما كما فعلوا في تونس إلى المناظرة التلفزيونية إلى غير ذلك، تكلم كي أراك، أم كيف الآن نعطي لهؤلاء الرجال حظهم وأنهم يوصلوا أنهم يخاطبوا الشعب الجزائري ببرامجهم وأفكارهم؟ والله بكل صراحة أقولها بكل صراحة أنه لعندهم الآن يعني حظوظ أكثر وربما لجمع الأول الاستمارات ويتحولوا من مترشحين يعني مترشحين مفترضين إلى مترشحين فعليين بعد 26 هما شخصيات في غالبيتها محسوبة عن نظام سابق بسبب أنه كانت موجودة مثلا في وسائل الإعلام، عندها شبكاتها، عندها مواردها، بعضها يتكئ على أحزاب عندها بيروقراطية كبرى، عندها موارد، والموارد تلعب دور كبير في العملية السياسية، في حين أنه شخصيات أخرى ربما غامرت بإعلان ترشحها بدون ما تحضر نفسها، ما درستش ربما، يبدو ما هي حتى مقبلة هي ما عندهاش يعني الثقة الكافية في نفسها أنها تكون نوع من كما أسلفت. والدليل كما تحدثت أنت عن ربما الإمكانيات، أنت لازم تقدم على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبعدين في أول محطة تقول ما عنديش الإمكانيات المادية. هذا ما فهمتش أنا. هو لو في الحقيقة كان مفروض بعد حراك في 35 شهر كان من المفروض السلطة الوطنية انتخابات 35 جمعة 35 جمعة عفوا من الحراك ومؤسسة العسكرية فقط الحراك ونتائج يعني الكثير من الميادين إيجابية. كل صراحة كان من المفروض نمنعوا رغم أنه في الحق ما نحبش يعني نمنعوا بعض الرموز نظام السابق من الترشح. ليس إخصاء، هنا سيتحجج البعض لا 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 تحدث في بلدان أخرى ويحدث حتى في بلدان ما حدش فيها حراك لأنه أنت الآن واحد كي الناس عندها موارد ضخمة بيروقراطية يعني وشبكات ومدعومة وحدث التجارب من هذا النوع يعني لما دائما يحدث الفرق لأنه الفرق في الموارد وفرق في الشبكات دعم، في حين أنه الكثير من المترشحين ربما عندهم برامج ربما ما قدروش يوصلوا صورتهم ربما ما يقدروش يوصلوا بسبب ضعف الإمكانيات وضعف حتى ما عندهمش القدرة للوصول وسائل الإعلام لأنه حتى وسائل الإعلام ربما تفضل ربما بعض المترشحين اللي يقدروا معروفين وعندنا في البلاد ما فضلناش لا لا نتكلم على العموم كل من استطيع استضافته ربما نتكلم نتكلم يعني على العموم على العموم البلاد. هناك بكل صراحة حوالي 10 يعني مترشحين نازيل وأغلبيتهم من رموز النظام السابق ربما ما نيش عارف يعني كيف كان مواقفهم يعني مع الحراك هناك نوع من التذبذب ولكن هما الآن اللي هما في صدارة هما اللي في صدارة هما اللي موجودين في وسائل الإعلام هما ربما اللي قدروا يجمعوا الاستمارات البقية. سنتحدث عن الاستمارات لأنه ليس كما يظهر أنهم قدروا ما قدروش، هناك بعض الأنباء أو بعض ربما المعلومات تقول أنه ربما البعض القليل جدا من تمكن من جمع هذه التوقيعات. لكن مشاهدينا الكرام بعد فاصل إشهاري قصير ثم نواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا اللحظة في هذا الجزء الثاني من البلاد اليوم وحديث عن انتخابات رئاسية والمترشحين 146 هذا العدد الكبير الذي أجمع ضيفاي على أنه ربما
قد يساهم في تمييع العملية الانتخابية كثرة ربما الذهاب نحو الهيئة المستقلة للانتخابات وسلبياته وسلبياته على العملية برمتها. ربما ننتقل الآن للحديث عن الأسبوع الأخير الذي يفصل المترشحين المحتملين للرئاسيات وطريقة جمع التوقيعات. خليني نبدأ معك أستاذ العيد. تابعنا أنه البعض كان متفائل أنه يستطيع جمع التوقيعات وأنه عنده شعبية إلى غير ذلك، بعدين اصطدموا بواقع أنه بعض البلديات لا يتم التوقيع فيها، اصطدموا بواقع أنه الشعب الجزائري ربما تغير، الإنسان اللي كنت تحشمه بكري وسنيلك ما بقاش هو نفس الإنسان. الآن في الأخير وجدنا أن هناك صعوبات حتى من الأحزاب التي تحدث عنها الأستاذ بشير بودار قبل الفاصل، ما زالت تجد صعوبة في جمع استمارات التوقيعات. حقيقة تصور أخي الكريم، في بلدية ما من بلدية القطر 1541، تصور إنزال 120-145 مرشح أو في بلدية معينة في مدينة معينة، فمن صعب جدا إرضاء يعني. ولهذا نظن المقاربة في حد ذاتها خاطئة، خلينا نقول بكل واقعية، ومن صعب جدا أن نقنع المواطن. هو صاحبي ما قالوش 10، ما قالوش 20، ما قالوش 30، ما قالوش 40، 45 تجي في بلدية من البلديات الكبرى في البلد، يعني اللي يروحوا لها هذوك في 100 على الأقل، لازم يروح 145 واحد لكل واحد. فهنا وفيها تساؤلات كبيرة حول، لأن سوسيولوجية الناخب الجزائري صعب أن تفهمها، لأنه قد يقول لك يعني أؤيدك، ولكن يهنيك، ولكن في المنطق ما كانش كح، يقول لك كح وفهم الفهم كح ربما مقاتلة. لا فيها كحان، لا محضر عليها، وكاين الكحان وشفنا كحان. اسمح لي، ولكن أنا فقط يعني أنتظر بشغف ما هي في المفاجأة التي حضرها رئيس السلطة المستقلة. قال عندي نظام يسمح لي بتأكد من يعني بجعل عملية التزوير في الانتخابات مستحيلة. أنا شخصيا قناعاتي لا يوجد كلمة مستحيل في القاموس السياسي بصفة في كل بلدان العالم. الذي أريد أن أضيفه هو وجود هذا العدد الهائل من الراغبين في الترشح خلق تذمر لدى العام والخاص. تصور أنا لا أتكلم عن الجزائر العاصمة، وهناك لابد أن لا ننسى هناك خلفية الحراك الذي كذلك هو ساهم في إزاد من الضبابية ومن الشك في ومن الإقناع في العملية. الذي أنتظره، أنتظر أن هذا 145 غدا صباحا يقومون بالزحف على بلدية الوطن على الأقل ليدخلون في العملية الانتخابية أو عملية الاتصال والتواصل والماركتين كما صح التعبير. لأن في نهاية المطاف الشرعية المهزوزة لا تحمل حلول بقدر ما تعقدها، وهذا هو الذي أخشاه. لأن أنا الذي أريد لبلدي أن يوم 12 ديسمبر يكون على الأقل أكبر عدد من المشاركة والناخبين، هذا اللي يهمني أنا يا. على الأقل الذي سيأتي، الرئيس الذي يأتي بشرعية مقبولة، يعني مقبولة 50% جليل، خاصة في ظل العدو، ولكن بشرط أن العملية تتم بكل نزاهة بكل شفافية وفي جوء الإطمئنان والحرية والديمقراطية والتسامح. طيب. وكذلك أكثر من هذا أننا نخلق جو من الطمأنينة والصداقة بين أفراد المجتمع الجزائري. الطمأنينة الذي يبحث عنها الجميع من أجل أن تكون هناك انتخابات ربما يقبل عليها جل الشعب الجزائري. أستاذ بشير، تحدثنا عن جمع التوقيعات، صعوبة في جمع التوقيعات. تحدث الأستاذ أيضا عن التزوير، أنه ما نقدروش نقوله بالمستحيل أنه ما يكونش تزوير، هذا ما كانش مستحيل. بدأ التزوير في عملية جمع التوقيعات اليوم، أعطيني 100,000 و50,000 إلى غير ذلك. بعض الأحداث أو بعض الأصداء تتحدث عن أنه إنزال لبعض البلديات من أجل ربما جمع التوقيعات من السجلات من الحالة المدنية إلى غير ذلك. هنا هل نستطيع نقول أنه بعض الأحزاب أو بعض الأشخاص أو بعض المترشحين اصطدموا بواقع أنهم مرفوضون ربما شعبيا؟ هو في الحقيقة أنا أجزم باللي عدد ربما اللي قدروا يقتربوا من النصاب لا يتعدى 10، لأنه نعرف لا هذا اللي يقتربوا. ثم لما ينطبقوا الاستمارات وفق شروط معينة ربما ينخفض إلى 5 وأقل،
هنا يمكن مؤشر سلبي للانتخابات، لانه كيف انت اللي ما قدروش يقنع 50,000 شخص، كيف راح يقنع هيئه ناخبه ربما بالملايين؟ 24 هذا من جهه. من جهه اخرى انا نتساءل اين دور السلطه الوطنيه للانتخابات، لانه القانون، وانا طلعت القانون اعطى لها صلاحيه واسعه، ولكن يبدو بكل صراحه انه ايديها مرتعشه. السلطه الوطنيه لليوم ما قدرتش تنقل الصلاحيات المتعلقه بالعمليه الانتخابيه من الاداره الى السلطه. لليوم هناك بطء كبير في نقل الصلاحيات، الكثير من الامور الان اصبحت عاجزه، مش موجوده في الميدان. هناك ربما بطء في تنصيب المندوبيات، نحن نتكلم عن كيف عينوا وكذا، هذا كلام اخر، ولكن حتى من ناحيه يعني العددية ومن ناحية الشكلية هناك بطء في تنصيب مندوبيتها وفروعها. نضيفك ربما من الشعر البيت، البعض يقول لك احنا أقل من شهرين على هذه العملية الانتخابية، ما شفناش ربما ذلك التسويق الذي ربما كان تقوم به وزارة الداخلية فيما الآن ما القانون نزعت، لا الآن القانون يعني ونزع تماما صلاحية الانتخابات من الإدارة، ولكن الإشكال اللي حدث أنه نزع من الإدارة دور وزارة الداخلية الذي ولكن السلطة يجب أن تقوم به السلطة، ولكن السلطة الآن يبدو أن بكل صراحة أنا لا أعرف كثير من الأسماء سمع الاستمارات، ولكن يبدو أنه إذا كان من المستوى الوطني ربما عندها كفاءات وهي عدد قليل، ولكن على المستوى المحلي هناك ربما نقص كفاءة ونقص خبرة، لأنه يعني لحد الآن لم يتم نقل الصلاحيات المتعلقة بالانتخابات إلى المندوبيات وفروع هذه السلطة، وهذا أثر على التحضير للانتخابات وأثر على رجعنا دائما للعجالة والاستعجال. الاستعجال وهذا الشيء هذا أثر الفصل. فبالتالي ما قدرناش نخرق وجود الانتخابات، لأنه الانتخابات حتى الانتخابات اللي كانت في النظام السابق كان فيها مؤشرات وفيها نوع من ناحية الشكل ومن حيث الإخراج، وكان ريع كبير يوزع وكانت الأمور تمشي. الآن هناك ارتباك ما حدث، يبدو أنه ما كاش ريع، ربما ستتدارك هذه السلطة في المستقبل، لأنه يقول لك مازال احنا عندنا شهر فقط او شهر ولا يتكلم حتى رئيس السلطة لما يتكلم انه وصل الى آلية كبيرة لمنع التزوير. لا هو يتكلم على، انا سألت في الموضوع هذا حبيت نفهم، هو يتكلم على تطبيق وبرنامج الكتروني هو حضرته الادارة فيما سبق يمكنها من مراقبة كل عمل انتخابية كان يستعمل في التزوير. الآن مع ربما هناك إرادة سياسية أخرى ربما سيستعمل العكس، ولكن لا، العملية الانتخابية والانتخابات إرادة سياسية. إذا كانت إرادة سياسية لانتخابات في حد أدنى، لأنه إحنا مش عندنا انتخابات على الطريقة السويدية ولا الكندية، نحن نريد انتخابات على الأقل تكون مقبولة وفق المعايير الأدنى من المستقبل، وتكون جزء من حل المشكلة وليس جزء من الحل وليس جزء من المشكلة. أستاذ العيد ربما خليني الآن حط ربما يدي على نقطة مهمة جدا وجرح مهم جدا في الظهور الإعلامي لكل المترشحين تقريبا أو جلهم كي لا نقول كلهم، ولا أحد ربما أعطانا الخطوط والمحاور العريضة لبرنامجه. صحيح ظهر المترشحين وتكاثروا كالفطريات، يقول البعض 140 مترشح، لكن لما تسأل عن البرنامج ما زلنا في ندير وندير وندير وندير، ما زلنا في اللغة الشعبوية، ما زال المترشح لا يملك والله رؤية أو نظرة شاملة عن وضع الجزائر وكيف نخرج من هذه الأزمة. أعتقد هنا يرجع إلى أن الحملة الانتخابية لم تبدأ حقيقة، نظن ولو أنها بدأت بطرق ملتوية يعني بطبيعة الحال الظهور، لو نقولوا الحملة ما بدأتش لكن ظهورها في حد ذاته تسويق، بدأت عمليا ولم تبدأ رسميا. بدأت عمليا بطرق ملتوية بالظهور بالمحاضرات باللقاءات بالتصريحات، هذا هو. ولكن الشيء الذي نظن العملية الانتخابية إذا تم يعني فعلا تطبيقها تجسيد على أرض الواقع، هو لما يتم إخلاء سبيل الذين لم يلبوا أو لم يتمكنوا من جمع التوقيعات، ويتم إخلاء من طرف السلطة وقال هذه القائمة التي ستلعب في الميدان. هنا نظن هنا يتعين على، ولو أنه كان بعض المترشحين ليس مطالبين بإعطاء استراتيجية الانتخابية، هذا من حقهم، ليس مطالبين بتقديم من حقهم هذا. أما نأتي ونظن إلى حد الآن هو بعض الوجوه المعروفة في الشاشة قدمت وجهها وكأنها ضامنة للفوز، لكن هذا الحضور الظهور الإعلامي ليس ظهور ميداني وفعلي. الذي أريد أن أوضحه
هو أن هذه الجماعات ستنتظر يوم الحسم. قال بلي راك جبت لنا 60,000 ولا 50,000 وكلها مؤكدة بأنها صحيحة وغير مزورة، اتفضل أنت من بين الناجحين للمرحلة الموالية. لهنا سحتمن ندخل في ظن، وتمنى إن شاء الله ندخل في أكثر مهنية وأكثر احترافية، وندخل في ما يسمى بالتسويق الانتخابي والتسويق السياسي حاليا. أما الآن من حق كل واحد أن لا يدل بدلبي أو لا يصرح بأي شيء لسبب واحد أنه غير مؤكد أنه سينجح أم لا. لهذا سابق لأوانه أن، ولكن عمليا الذي أريد يعني أريد أن أتكلم عليه هو لابد، وكين لماذا هناك نوع من التحفظات وهناك جو من نوع من جو فيه شيء من الشحنة مكهرب متوتر الاحتقان. لماذا؟ لأن إلى حد الآن طلبات الحراك لم تجسد على أرض الميدان. نقولها بكل صراحة وبكل مسؤولية، أنا أستاذ، أنا ألاحظ أن الفتور كما تفضل أستاذ بشير موجود، وكأن الأمر لا يعني أي واحد، يعني باستثناء ما يحدث يوم الثلاثاء من جماعات أو جمعي أو بالأحرى خارجات احتجاج الطلبة، ويوم الجمعة يوم الثلاثاء ويوم الجمعة، ففي باقي الأسبوع هناك نشاطات الوزارية نشاطات من هنا في الوقت اللي من المفروض كما قال سي بشير سلطة الطرد هي اللي تنشط. أوكي داروا نظمونا يوم ولا يومين دراسيين التسويق والتسويق على هذه السلطة. إذن إلى حد الآن السلطة المستقلة لم تظهر أنيابها بتاتا، بالعكس خجول تصريحات، يعني حتى في تصريحاتها السلطة الحقيقية باش نديروا نظام ربما حتى في تصريحاتها ربما بديوا على هذا التصريح. قالت انه انا هدفي توفير ضمانات لهذه الاجواء وليس دوري ان اقنع الناس. يعني من يقنع الناس هي مضطهده، اسمح لي، هي السلطه ليست مطالبه باقناع الناس او بفرض الناس يذهبوا ولا ما يذهبوش. السلطه مطالبه بضمان بتوفير الشروط الموضوعية لإجراء انتخابات نزيهة وموضوعية، هذا هو الشرط الأساسي، هذا هو بيت القصيد. لأن عمليا كيف يتم لم نرى على أرض الميدان، والدليل على ذلك ماذا يحدث الآن؟ نشاطات وزارية أغفلت ما تقوم به نشاط السلطة. نتساءل من هي السلطة الآن الحقيقية؟ كنا لما مثلا نقرأ نشاهد قنوات عمومية حكومية بالدراجة وبعض القنوات الخاصة، ايه تكلم بزاف على النشاط الحكومي، اين هو النشاط سلطه الضبط سبحان السلطه المستقله؟ وكان السلطه المستقله عباره على ملحقه للنشاط الحكومي السائد. اذا ماذا وقع؟ وقع ان المواطن البسيط يتساءل هل حقيقه هذه السلطه مستقله من وانها هي صلاحيه؟ طيب هناك بطء في البطء في العمليه. نرجع ربما نقطه، خلينا ناخذ رايك في نقطه البرامج السياسيه للمترشحين، لانها نقطه مهمه جدا. الاستاذ العيد ربما عنده رأي في هذا الموضوع، أنه مازال الناس ما هيش واثقة أنها راهم مترشحين أم لا، مازالت الحملة الانتخابية إلى غير ذلك. البعض يقول لك بالعكس أنهم راحوا الأبعد من ذلك، يخاف يكشف عن أهم محاور حملته الانتخابية في حال أنه مفاجئ. لا مش قليت بقى. احنا أصلا في الجزائر الحياة السياسية كانت سياسة ميتة لأكثر من سنوات، فالناس ما اهتمتش بالبرامج، كان يترشح بالإعاز وبالإيحاء ولعب أدوار وكذا. لأول مرة ربما كاين نوع من فكين هامش حرية الترشح وكذا، فالناس حتى لأول مرة يقول لك البعض ما لوموش هذا المترشحين، الناس أول مرة يجاوبوا عملية هذا الترشح. واليوتيوب موجود، هذا اليوتيوب موجود، لو تروح تلقى عندهم تناقض في المواقف، ينتقلوا من اليسار إلى اليمين، يأكلوا في كل الموائد، يبدلوا البندقية من كتف إلى كتف، فبالتالي ما يقدرش يدير برامج، لأنه يعني البرامج يديرها سياسي عنده قناعات، يدير سياسي عنده نضالات، سياسي يحمل الكثير من المواقف على مدى مساره السياسي. فبالتالي انا كنت نفضل احنا صحيح ربما بعد 35 جمعه وكاين ناس فئه كبيره ربما تنظر ان الانتخابات شروطها غير متوفره وكذا، ولكن المفروض الفواعي اللي تامن بالانتخابات، المفروض المترشحين اللي يمشيوا مع هذا الخط اللي هو يمثل ربما الماسكين السلطة الآن في البلد، يسوقون أين المترشح اللي يحمل مشروع هذا الناس هذو؟ أين المترشح اللي يحمل مشروع تفكيك نظام بوتفليقة الذي لا يزال جاثيا من 80% من الجسم الإداري؟ أين المترشح اللي يخرج بكل قوة ويسمي الأشياء بمسمياتها؟ قال لأنه إحنا للتفكيك نظام ليس عملية بسيطة تستمر من 3 إلى 5 سنوات لحد الآن، حتى بعض المترشحين الذين يشاع أنهم محسوبون على جهة أو أخرى
ظهروا مرتعشين، ظهروا مرتبكين، ما يسميوش في دور الضحية، يطلبوا الشفقة. احنا حتى ولو راك مترشح ماشي مع جهة من الجهات، لازم تكون حاسم وتقول باللي انا راني جاي نفكك نظام العصابة، واعطيوا لي 3-5 سنوات نفك النظام في الإدارة، ونفكوا في الاقتصاد، ونفكوا في السياسة، ونبني نظام جديد، نظام نو ندير دولة ونظام جديد للدولة الوطنية. هنا نقدروا نتكلموا على مترشح قوي وعنده برامج، ولكن كل مترشحين مرتبكين وخايفين. وانا شفت انا بعض الاطلالات، ورغم ان مازال الحملة انتخابية، ولكن تكشف انه مرتبكين ويقدموا نوع من الغموض اكثر من الاجابات، وله التهرب وما يحبوش، وكأنه يحب يكسب الناس وكله هو خاسر الناس وكل. ففي حالة كما هذه يعطي انطباع أنه الانتخابات تجري في سياق كما قال الأستاذ متوتر مشحون، فبالتالي لابد من إجراءات. الآن إذا كان السلطة ما قامتش بدورها وما تقدرش تقوم بدورها لأنه رتبت على عجل وبالتناقضتها، ولم تمكن من هيكل تنظيمي قوي، لم تمكن من ميزانية ربما حتى الآن تتحرك بلوجستيك الدولة والسلطة، لابد الآن العديد من السلطات العمومية تأخذ إجراءات إذا كانت حابة الانتخابات اللي تكون في حد الأدنى، إجراءات متعلقة بإعطاء ضمانات معينة، إجراءات ربما حتى تهدئة. أنا ليس مانيش أنا مستشار لهذه السلطة، ولكن إذا كان فعلا كل هذا على الأقل إذا كانت كاينة فعلا انتخابات في ظروف أخرى. طيب. ننتظر ربما أستاذ بشير بودلال أستاذ في العلوم السياسية، شكرا لك على هذه المشاركة. أشكرك أيضا أستاذ العيد زغلامي في عجالة وقت البرنامج. نضيف كلمة بق هو مفادها أن لابد أن نفهم جيدا أن التحضير للانتخابات لابد، وكما قلت في مناسبة أكثر من هذه، أن الانتخابات هي عبارة عن عرس، وبالتالي نرتقب أن يكون فيها جو من إرياحية، من إطمئنان، من التسامح، وذلك بإحداث القفزة النوعية التي ينتظرها الشارع، لأننا الآن نحن أمام يكاد يكون انسداد. فبديهي أن أصحاب القرار لابد أن يفكروا بأن لا يمكن نبقى في ند لند أو بين مد والجزر، بين الحراك وبين يعني سلطة العمر، لابد أن يكون فيها تسامح تنازل، وكذلك نخرج ب ب ب ب ب من عنق الزجاجة. من عنق الزجاجة. طيب شكرا جزيلا لكم ضيفي مشاهدينا في كل مكان، شكرا لكل من تابعنا، سلام الله عليكم.